الله يعطيكم العافية شباب، رمضان كريم، وإن شاء الله يكون موسم 2021 موسم خير على الجميع يا رب. اليوم بدنا نعمل خلطة قفود للكناري للأهالي اللي بتطعم فراخ، الأهالي اللي عندها فراخ وبتزق. الخلطة راح تتكون من قفود جاف، راح يكون عندنا جزر بروكلي، وراح يكون عندنا بذور مستنبتة. هلأ بالنسبة للقفود مع البيرلي موربيد راح نعمل حلقة لحاله، ولكن الخلطة البيرلي موربيد يفضل انه نضيفها بالمساء. اذا المربي اللي بيستخدم مستنبت بيستخدم المستنبت الصبح، والبيرلي موربيد المساء افضل، لانه المستنبت عرضة انه يعمل فطريات اوفر ذا نايت في الليل، فيستخدم المربي الخلطة الصباحية مع المستنبت، والمساء بيستخدم معها البيرلي موربيد. هلا رح نبرش الجزر والبروكلي والإقفود كله مرة واحدة بالخلاط. طبعا البروكلي أنا مقطع مجهزه، بس بدي أضيف الجزر، ورح نضيف الإقفود، طبعا مكونات الإقفود حكيناها بالحلقة السابقة إيش الإقفود بيحتوي على إيش. هلا راح نخلطهم مرة واحدة. الإقفود وزنه كان 200 جرام، الجزر والبروكلي تقريبا وزنه 50 أو 60 جرام كان. هلا هاي المنتج الإقفود مع الجزر والبروكلي، كيف صار؟ في رطوبة، رطوبة خفيفة طبعا لأنه الإقفود جاف. وهلا راح نضيف البذور المستنبتة. البذور المستنبتة بضيف تقريبا 25 أو 30% تقريبا، يعني ما يقارب 60 إلى 70 جرام. تقريبا 60 جرام. بخلطها بشكل ممتاز وبقدمها للطيور وبغيرها العصر. طبعا المربي اذا عملها وحس انها رطبة كثير بيقدر يضيف شوية قفود بحيث انها ينشفها، اما عندي هون ان شاء الله امورها ممتازة 100%. هيك تمام، الله يعطيكم ألف عافية. الخلطة سهلة، ولكن يفضل أن المربي يغيرها مرتين. المرة الأولى الصباحية للمربي اللي بيستخدم مستنبت، يحط المستنبت في الفترة الصباحية، البيرلي موربيد بالفترة المسائية، لتاني يوم الصبح أفضل، ما بصير لا سمح الله على مشاكل فطرية. المستنبت ممكن يعمل مشاكل فطريات. طبعا المستنبت لازم يكون جاف ولازم يكون نظيف 100%، مش لازم يكون في عليه ريحة، مش لازم يكون في عليه عفن، مش لازم يكون في عليه فطريات أبدا. لا سمح الله مربي عمل بذور مستنبتة وضربت معه خلص ما يستخدمها، بكبها بعينه الله وبيعمل إشي جديد، لأنه خطرة. قدر ما هي مفيدة قدر ما هي خطرة. الله يعطيكم ألف عافية شباب، وإن شاء الله نكون قدمنا لكم شيء مفيد، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. شكرا، شكرا لكم.